ويمكن يعني خليني برضو اطلع من الحته دي لموضوع تاني يا كابتن برضو مهمه جدا، حته مسحه الشناوي. والموضوع ده حصل فيه لغط كبير جدا، وانا الحقيقه مريت بيه يعني في موقف، وطبعا اكيد هنحكي عليه، ولكن طلع احد المسؤولين الاعلاميين في نادي الزمالك وقال انه النادي الاهلي هيلاعب الشناوي حتى لو المسحه ايجابيه. خليني اقول لكم ان الرياضيين بيبقى تاثير المرض عليهم بيبقى اعراض بسيطه جدا جدا، وقد اوقات كتيره جدا لاعب بيلعب ويفاجئ انه عنده الفيروس او عينته ايجابيه، لان ما شاء الله الرياضيين بيبقى مناعتهم قويه. فحته انه يطلع مسؤول اعلامي في نادي الزمالك يقول ان النادي الاهلي هيلاعب الشناوي حتى لو مسحته ايجابيه، لا خالص، الكلام ده ما بيحصلش ابدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما ابدا سلامه لاعبينه والفرق الاخرى ولاعبين الفرق الاخرى هو ده اللي بيحكم، وبالتالي كلام مظبوط. بص يا كابتن، في فرق جدا كبير جدا بين تصريح صحفي وتصريح مسؤول في نادي الزمالك. الاستاذ عمرو الدرديري رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك دايما بيخلط ما بين دوره كصحفي او ناقد رياضي ودوره كمسؤول في نادي الزمالك. اعتقد الكلام اللي صدر من الاستاذ عمرو الدرديري النادي الاهلي يستحق عليه ان الاستاذ عمرو الدرديري يطلع باعتذار رسمي، لان مسحه الشناوي كانت بعد 24 ساعه او اقل من 24 ساعه من مباراه سلبيه. النادي الاهلي هو الحريص دايما على انه يعمل بي سي ار لكل لاعبيه ولكل الفرق الرياضيه. النادي الاهلي مش بس كده، ده في انديه اخرى بتلعب بالرابيد تيست، وموضوع كمان انديه رفضت بشكل كبير جدا في ازمه اتحاد الكره الاخيره انها تعمل مسحه كورونا الا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي منظومه اخلاقيه، منظومه بتحافظ على لاعبيها وكمان بتحافظ على لاعبي المنافسين. فاعتقد الاستاذ عمرو الدرديري مدين باعتذار من اعتذارات كتير مش بس للنادي الاهلي، لنادي الزمالك، لان ما يكون يعني المفترض تصريح زي ده ما كانش المفترض يخرج من قناه نادي الزمالك ومن الاستاذ عمرو الدرديري، خاصه واحنا عندنا بقى مش بس في لعبه كره القدم يا كابتن هيثم، احنا يمكن عندنا كمان في العاب الصالات، وحضرتك طبعا جدير بالحديث عنها، في فكره اصرار النادي الاهلي على المسحات وعلى سلامه لاعبي المنافسين قبل النادي الاهلي. صحيح، وده يعني افكر حضراتكم لو فاكرين دوري السوبر لكره السله اللي اتلعب من حوالي 3 4 شهور، كان في ديسمبر مع بدايه يناير، كان في 5 لاعبين واساسيين في النادي الاهلي عندهم كورونا، وبرده الاعراض كانت بسيطه، والمسحات دي اتعملت بدون اي الزام من اتحاد السله حينها، والنادي الاهلي بس عملها كان بيعملها بشكل دوري للتاكد من سلامه اللاعبين، ورفض النادي الاهلي انه يشاركهم، وكانت مهدده البطوله بالضياع. وبالمناسبه ربنا كرمنا وفزنا في هذه البطوله، وكان ده اكبر يعني مكافاه من الله سبحانه وتعالى، ان يعني انت راجل بتشتغل وبتخلص وبتحافظ على سلامه لاعبينك، بتحافظ على الفرقه الاخرى، اكيد ربنا بيكافئ. خلينا نطلع لفاصل.